بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل اليوبيل الذهبي للأكاديمية بمدينة العالمين، كما اختتمت منافسات النسخة 6 من رالي مصر لريادة الأعمال. تحت رعاية جامعة الدول العربية، احتضنت مدينة العالمين حفل اليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة. الأكاديمية كانت سباقة في تنظيم مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال للسنة الثالثة وللعام الخامس، كلها أنشطة طلابية هامة جدا، الغرض منها هو نشر فكر ووعي ريادة الأعمال في الطلاب، لأن دايما الناس بتتصور أن كل واحد بيتخرج لازم يكون عنده وظيفة اللي هو ما يطلق عليه الوظيفة الميري، هو ده طبعا مش حقيقة، لأن العالم كله اللي بيتقدم بالأجيال اللي اتعلمت إزاي تخلق لنفسها وظائف. لما شفت بعض الأماكن في جامعة واحدة الأكاديمية وكلية الذكاء الاصطناعي وشفت قد إيه الريبورتس والتقدم العلمي، كلها أفكار جديدة جدا قوية، الشباب اقتحمتها، مفيش مستحيل لأفكارها. أكيد التعليم العالي، وزارة التعليم العالي أتاحت للمجتمع شباب يقدر إن هو يقتحم ويعمل ستارت أب، وده نموذج تطبيق كبير جدا. أنا سعيد النهاردة 50 سنة أكاديمية عربية، بشرف يعني بالرسالة اللي التقيتها من معالي الأستاذ الخالد أبو غفار وهو بيهني الأكاديمية يعني إنها تكون واحدة من أفضل جامعات مصر في جودة التعليم السنة دي. مركز ريادة الأعمال 5 سنوات بننظم رالي رواد أعمال مصر، شباب مصر هم حاجة يعني مشرفة فعلا. اختيار مدينة العالمين للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يأتي كونها إحدى مدن الجيل الرابع، كما تحتوي على عدد من أحدث المشروعات التكنولوجية والاستثمارية في مصر والشرق الأوسط. البروجكت بتاعنا هو شبكة ربط لقطاع الأدوية والصيدليات، بتربط قطاع الأدوية والصيدليات مع بعض علشان نسرع تبادل الرواكب بين الصيدليات، ده بيسرع دورة رأس المال وبيقلل تراكم الأدوية الإكسبايرد. كنا حابين إن احنا ندخل نتعلم أكتر، يعني إن احنا نشوف الناس التانية بتعمل إيه ونتعلم من الخبرات والمنتورز اللي هم كانوا جايبينهم علشان يعلمونا عن الماركتينج وعن البيزنس بلانز والحاجات دي كلها، فكنا حابين نتعلم أكتر من إن احنا نتسابق. احنا شركة بتشتغل في مجال الأجري تك، بنوصل المزارعين للمزارع الصغيرة والمتوسطة بالكونسلتنت اللي شغالين في مجال الزراعة. الهدف ان احنا نزود دخل المزارع، نحسن جودة الاكل الموجود في السوق سواء السوق المحلي او التصدير. وعلى هامش الاحتفال اختتمت الأكاديمية فعاليات رالي مصر لريادة الأعمال في نسخته 6، والتي شارك به طلاب 15 جامعة حكومية وأهلية من مختلف محافظات الجمهورية. على مدار 50 عاما قدمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري العديد من الكوادر المتميزة في مجالات التعليم والتدريب وريادة الأعمال وفقا للمعايير الدولية في أكثر من 35 تخصص، لتظل دائما وأبدا أحد أهم المنارات العلمية في مصر والوطن العربي. من مدينة العالمين، علي فتحي.